بعد أن سئموا الوعود والانتظار على أمل التعيين، قرر الكثير من الشباب العراقيين الخريجين افتتاح مشاريع صغيرة خاصة بهم لإعالة أنفسهم وعائلاتهم. ما حبيت أنه أظل قاعد، حبيت أنه أفكر بشيء ممكن أنه يرد لي فد مردود مادي أقدر أنه أمشي بيه عائلتي، أقدر أنه أطور نفسي من خلاله. ففكرت بهذا المشروع اللي هو كشك السعادة، يعني اللي يحتوي على قريب ووفل، عصائر طبيعية، شاي وقهوة، كل هذا بسبيل أنه أوفر حياة كريمة إلي والعائلتي وما أحتاج. الطلب المتزايد على المأكولات السريعة والمشروبات ألهم الكثيرين، فمضوا لخوض تجربة جديدة محفوفة بالمخاطر، حاثين بقية الشباب على المضي قدما والاعتماد على أنفسهم. أكيد أنصحهم أن يعتمدوا على نفسهم ويسوي شغلة خاص أفضل، راح يحس بطعم خنقول الفلسي راح يطلع، فراح إن شاء الله الله يبارك فيه إن شاء الله وينجح إن شاء الله. ورغم التضحيات إلا أن هؤلاء الشباب يواجهون المتاعب من قبل الجهات الحكومية التي تعكف على مصادرة عجلاتهم وأدواتهم أو حتى تحطيمها. فقررنا كشباب عراقيين كل واحد عنده عائلة عنده مسؤوليات أن يفتح مشروع الخاص، يعني تشمبر مال شاي، تعرف تشمبر مال اكسسوارات، لكن حاربتنا الحكومة، يعني ساعة يجوا البلدين يعطيني كذا، ساعة يجي كذا، كل ساعة جايك واحد يعني. هسه ما نريد من الحكومه تعيينات، هسه ملينا بعد ما نريد تعيينات، نريدهم يعرفونا بحالنا. يا اخي تعبنا والله العظيم تعبنا. اخويا الصراحه انه قاعد هو صاحب عائله وقاعد اجار، عنده عربانه مال محار كلش صغيره، محار اللي تعرفون انتم التركي قدام مول المنصور، اجت البلديه الصبح هو ما كان موجود، فلشوا لها، هي عربانه كلش صغيره. زين انتم فلشتوا العربانه، ليش اللي بصفه عنده سياره مال عصاير واللي بصفه سياره مال لحبه بعجين؟ مو قصة انه دحفز الدولة او شيء، لا والله بالعكس، بس ليش على الفقير تجي؟ ليش اللي عنده ظهر ما تجي؟ يعني ذولا كيف عندهم ظهر؟ وفي كلتا الحالتين يعلن الخريجون التحدي، مؤكدين انهم يستحقون الافضل بالنظر الى جهودهم وما يواجهونه من اذى وتهميش متعمد.